احنا نقدم الخدمه للزائرين، ورشه عندنا ما تصيح عرباين اطفال، عرباين معوقين، يعني اذا بيها عطل نصلحها، تاير او مكسوره، وكذلك مال المعوقين هم نفس الحاله، هم اذا كان بيها كسر واذا ما ترامل عن تصليح نستبدلها، نطي جديده وناخذ المستعمله نستفاد منها. استفاد الموضوع. والله الحمد لله، يعني اول ما صلحنا عربانا يعني هنا على طريق الزوار، فمشت هاي الفكره خلال يعني هنا زياره صار تقريبا بال 13 سنه، فالحمد لله اشكر تطورت من خلال الشباب يعني بجهودهم ودعم ذاتي، يعني احنا من ربعنا من الموكب، فاحنا يعني نشوف الزائر يفرح من نصلح له العربان، والحمد لله والشكر يعني هواي قدمنا مساعدات للزوار يعني خلال عملنا. نحن نشوف الزائر يعني من ناوي يرجع، خاصة إذا كان معوق، يعني إذا انكسرت العربانة ما تبعد ما يقدر يوصل بسهولة، فإحنا بنصلح للعربانة راح يوصل بسهولة.